مساء الخير والجمال، اهلا بيكم. فقره جديده وجمالك دايما من الطبيعه، الفقرات الحلوه اللي الستات بتحبها، اللي بنعمل لهم كده وصفات سهله وحلوه جدا يعملوها في البيت تحل كل مشاكل البشره والشعر اللي هي بتضايقهم. النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع البثور السوداء. ايه هو اصلا البثور السوداء اللي بتظهر في البشره واللي بتشتكي منها بنات كتير جدا وبتضايق بنات كتير، بتخلي شكلهم مش حلو؟ البثور السوداء دي عباره عن ايه؟ هي يعني نقط، عباره عن بثور سوداء، هي نقط فعلا لونها اسود بتظهر في منطقه المناخير في الانف، هنا دايما بتكون موجوده في الحته دي بس، وفي منطقه الخدود غالبا. هنعرض شكلها دلوقتي عشان تكونوا فاهمين انا بقول ايه. دي بيبقى شكلها كده، الصوره اللي هي الاول دي هي دي شكل البثور السوداء لما بتكون موجوده في المناخير او في الخدود، بتكون بالشكل ده. طبعا شكلها بيبقى مش حلو نهائي، حتى لو غطيتيها بالميك اب بتبقى شكلها مش حلو. عملتي غسلتي وشك من بره، مهما غسلتي وشك مش هتطلع ليه، لان هي عباره عن بثور مالت المسام الواسعه اللي موجوده في بشرتك، ابتدت تعمل طبقه سوداء انت اللي خارج بس، يعني اللي انت شايفاه هي النقط السوداء دي، هي دي الطبقه الخارجيه، لكن هو من جوه المسام مليانه. طيب احنا هنقول ايه سبب ان يبقى عندك مشكله البثور السوداء اصلا؟ وده سؤال بيجي كتير جدا، ابتدي اتجنب المشكله ازاي؟ وده دايما اللي انا بقوله، ان احنا ما نوصلش للمشكله، احنا دايما من الاول نبتدي نتجنب ان المشكله تحصل. طيب ايه سبب ان هي بتظهر؟ بصي، هي تراكمات حاجات كتير. اولا انت تكون بشرتك دهنيه او بشرتك مختلطه او في مرحله حب الشباب، او يعني انت عندك اصلا قابليه ان بشرتك بتفرز زيوت كتير جدا وانت مش بتنظفيها كويس، فتبتدي ايه اللي يحصل؟ تبتدي بشرتك تفرز زيوت كتير جدا، المسام توسع مع عدم تنظيف البشره الدهنيه والبشره المختلطه، تبتدي يظهر عندك مسام واسعه، المسام الواسعه دي تبتدي تفرز زيوت عاليه جدا، مع انك كمان ما بتنظفيش بشرتك بعد ما ابتدى يظهر عندك مسام واسعه في بشرتك، مع التراب والعوامل الجويه يبتدي يتاكسد الزيوت اللي موجوده جوه البشره دي، تبتدي تتاكسد وتبتدي تغمق، فيبتدي يطلع لونها اسود، ويبقى ده الطبيعي بتاعك بعد كده، ان انت بتظهر عندك نقط سوداء كتير جدا في وشك وفي منطقه المناخير. احنا بنبقى معتقدين احنا لما بنغسلها او بنستخدم غسول مكتوب عليه لعلاج الرؤوس السوداء انت كده بتطلع. لا، علاج رؤوس السوداء بالغسول ان انت تنظفي، ان هي بتنظف المسام اللي بتظهر فيها رؤوس سوداء، لكن ما فيش غسول نهائي خارجيا كده بينظف البثور السوداء. عشان تنظفي البثور السوداء لازم تجيبيها من جوه. طيب تجيبيها من جوه ازاي؟ النهارده هنعمل ماسك في البيت، سهل جدا على فكره، مش مكلف نهائي، تقدري تعمليه في بيتك وبتكاليف قليله، هيبتدي يقشر نهائي البثور السوداء ويطلعها من جوه. بعد كده هقول لك ازاي تقدري تحافظي دايما ان هي ما تظهرش تاني بعد كده. طيب اول حاجه هنعملها النهارده في الماسك بتاعنا دي، هنستخدم ايه؟ لبن، بس لبن يكون سخن، جيلاتين، وده موجود عند العطار، واهم حاجه بقى عندي وهو ماسك وسكراب الشوكولاته بمضادات الاكسده. الماسك ده من اورا، هو ايه الفرق بينه وبين ماسك تاني؟ هو مش عباره بس عن شوكليت وقهوه، لا، هو مكوناته شوكليت وقهوه، وفي باودر فيتامينات ومضادات اكسده البشره دايما بتكون محتاجاها. الفيتامينات دي بتعمل ايه والباودر فيتامينات دي بتعمل ايه؟ اولا بتقفل المسام، تاني حاجه بتنظف المسام كويس جدا، بتشيل خلايا الجلد الميت، بتغذي البشره. احنا بما ان انت عندك اصلا مسام مفتوحه، فاحنا مش عايزين بس ننظف كده ونطلع نعمل وصفه بس مجرد انها تشيل، لا، احنا بنعالج كمان. بتعالجي ازاي؟ بالباودر دي، ان هي اصلا فيها الفيتامينات اللي موجوده فيها بتبتدي تقفل المسام مع الوقت، وبتبتدي تنظف المسام من جوه. طيب نعمل بقى الخطوات بسهوله كده. اول حاجه الجيلاتين، هنستخدم منه معلقتين. هو ايه الجيلاتين ده؟ الجيلاتين ده ماده غنيه جدا بمضادات اكسده واحماض امينيه عاليه جدا، بنستخدمها في الاكل، وبنستخدمها في وصفات كتير جدا، لانها فعلا مهمه جدا في سواء في الاكل او في الوصفات. بتعمل ايه الماده دي؟ لما بنحطها مع لبن سخن او ميه سخنه بتبتدي تجمد. فالماسك اللي احنا هنعمله النهارده اسمه ماسك بيل اوف، يعني ايه؟ يعني اللي هو الماسك اللي بتحطيه على وشك يبتدي ينشف وتبتدي تقشريه، وهوريكم برده ده في اخر صوره. اول حاجه احنا محتاجين اللبن بتاعنا يكون سخن علشان يبتدي يتفاعل مع الجيلاتين فيتحول معايا لماده كريميه. انا حاطه معلقتين جيلاتين، تمام، احط اللبن واحط بس شويه ميه سخنه كده علشان هو اللبن برد من الجو. احط شويه ميه سخنه وهضيف على الخليط ده معلقتين من البن، ماسك البن اللي احنا قلنا عليه.
وابتدي اخلطه كويس جدا لحد ما يتحول عندي ان هو يبقى تقيل كريمي. اول ما يبرد هبتدي بقى اقول لكم نحطه ازاي. انا لازم بس اخلطه كويس قوي، هتبتدي تحسي ان هو بيتقل معاكي. ممكن نضيف شوية لبن كمان. احنا عايزين نعمله زي القشرة كده، يعني يبقى لما يتحط على البشرة بيقشرها. لازم يكون اللبن سخن، علشان مش هتحطي مية سخنة انتي، بس مجرد ما يكون لبن سخن وتخلطيه. اه تمام. شوية وهنعلي، يعني هخلص معاك ونعرض صورته احنا هيبقى شكله ايه. هخلطه كويس قوي علشان دي كده صورته. لما بتحطي بقى الماسك ده حطيه طبعا بعيد عن الحواجب والشعر علشان ما يشيلش الشعر وانتي بتشيليه. بتخلطيه كويس قوي وبتبتدي بقى توزعيه على ميزته ايه؟ ميزته ان البنات اللي كمان عندها شعر خفيف في البشره ومش بتبقى عايزه تعمل ازاله شعر علشان ما يعملهاش اي حساسيه او اي التهابات، هو هيشيل معاها الشعر، طبقه الشعر الخارجيه. هنعمل ايه؟ او لو انتي ما عندكيش شعر او مش عايزه تستخدميه على المناطق اللي فيها شعر، هتعملي ايه؟ هتحطيه بس على منطقه المناخير والخدود اللي فيها البثور السوداء، هتسيبيه ينشف لحد ما ينشف، يعني قعد تلت ساعه سيبيه، ربع ساعه سيبيه، المهم ان هو ينشف نهائي علشان تشيليه بالطريقه اللي انا هوريها لك في اخر الصوره دي. احنا ممكن نعرض الصوره. لما بتحطيه بقى وبينشف خالص بيكون شكله زي ناشف على الوش، بيشد الوش جدا. فبتبتدي تعملي ايه؟ بيكون شكله في اول صوره كده، تاني صوره شايفين احنا بتشد الماسك كمان على وشها ازاي. وطبعا لو في وقت انا كنت عملته لكم، لكن عشان وقت الفقره بيكون صغير فانا مش هعرف ان انا اعمله. هو بيكون ده شكله، بتشديه لفوق فبيبتدي هو يشيل كل البثور اللي موجوده والنقط السوداء. هتلاقيه خرج مع القشره الخارجيه، ومجرد ان انت تقلبيها هتلاقي يعني فرق كبير جدا جدا ما بين قبل وما بين بعد ان انت تستخدمي الماسك. الماسك ده حلو جدا، ممكن تعمليه مرتين في الاسبوع. بعد كده هتهتمي ازاي ان انت تحطي جل صبار، تغسلي وشك بميه ساقعه تقفلي بيها المسام. جل صبار كل يوم بالليل قبل ما تنامي لازم يكون عندك الغسول بتاعك فيه حبيبات ومعاكي الكليم باد بتغسلي بيها وتنضفي بيها المسام مره الصبح ومره بالليل كل يوم، وتحطي بعدها جل الصبار، وكده ان شاء الله مش هيبقى عندك مشكلة البثور السوداء دي نهائي تاني. وهنعمل كمان وصفات الفترة الجاية كتير جدا ازاي نقضي اصلا على مشكلة المسام. استنونا في فقرات تانية كتير، واتمنى الفقرة تكون عجبتكم، واستنوني كل يوم فقرة جديدة وجمالك من الطبيعة. باي باي.